ان كانت انتقادات او توصيه. وجمهور روان اعتقد كل يوم متواجد في التمرين ويكلمون اللعيبه ويقدمون معانا، وبالعكس يعني ما في اي حاجز بيننا وبينهم، متواصلين معهم على طول يعني. وانا اكيد يعني لو انا مكانك اقول الحمد لله دام الرضا موجود من جماهير نادي الريان وكل يمكن المتابعين يونس، ما كان موضع خلاف يوم من الايام حتى من جماهير الانديه الثانيه، في ظل ما في بعض اللعيبه تكون لهم مشاحنات مع انديه ثانيه مع جماهير انديه ثانيه، فيعني شو السر في يمكن هدوء يونس داخل الملعب وخارجه؟ يعني ما عمرنا سمعنا والله يونس صارت له مشكله الله لا يجيب المشاكل، ولا حتى مشاده بينه وبين احد اللاعبين. فشو الشيء اللي موجود في يونس ومش موجود في باقي اللعيبه يعني؟ والله شوف انا من ادخل الملعب خلاص تركيزي على طريقه لعبي وعلى مستواي وعلى فريقي وعلى الشيء اللي احنا نبغيه من المباراه، وحاول نبتعد عن الاشياء الثانيه من خلال الاحتكاكات او الجمهور الفريق الثاني. بالعكس انا ادخل 90 دقيقه ابغي اطلع والجمهور راضي علي وكل الجمهور مستانس. نعم. راح نتكلم عن جارديولا وتشبيهك له دائما، ولكن ناخذ اتصال جديد معنا من عمان هالمره، نقول مرحبا. الو. مرحبا اختي. مساء الخير. مساء النور والسرور، يا هلا بك. معك رحيل من سلطنه عمان. مرحبا يا رحيل وباهل عمان كلهم. وصراحه انا وايد احب قناه الدوري الكاس، اهنيك مع هذا البرنامج. الله يخليك، واحنا كلنا لكم ان شاء الله. وطبعا تحياتي للاعب يونس علي، صراحه انا عشقة الريان. الله يحييك. نعم. بس اسال رحيل، تشجعين منه اول شيء؟ صراحه الريان. الريان، وش السؤال اللي توجهينه وش الكلمه اللي حابه توجهينها ليونس علي؟ اول شيء اهني صراحه اللعب الحلو واتمنى كل التوفيق، واسال من اللاعب العماني الاكثر تحلى يعني. يعني اكيد راح يقول حسن موفر عماد الحسني، ولا ايش رايك يا يونس؟ لا والله في انا من خلال مركزي في وسط الملعب ارتاح حق احمد حديد وبير الميمن. نعم، حتى لو لعبوا ضدك. حتى لو ضدي الناس تستمتع لما تشوفهم. نعم، رحيل في كلمه حابه تضيفينها؟ بس ان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق يونس. وبعد سؤال ثاني، شو يحب اي نادي عالم يعني يحب يلعب فيه مثلا؟ نادي عالم يحدد في اي دوري مثلا؟ راح نمر على ثلاث دوريات ان شاء الله، راح نسال يونس عليش الانديه اللي شجعها. شاكرين لك اتصالك يا رحيل، ناخذ اتصال اخر لكن من الدوحه مره ثانيه. مسفر. ايش حالك يا مسفر؟ السلام عليكم. شو اخبارك؟ بالمبارك عليك فوز الريان. الله تبارك، ايش حالك يا عبد الله؟ الله يخليك، الله يسلمك، تفضل. ممكن اتكلم في اكيد يونس موجود معاك، وتفضل تكلم. يا اخوي مسفر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا اخوي. حالك يونس؟ بخير الله يسلمك، شو اخبارك مسفر؟ الله يسلمك. اول شيء احب لك على اللعب الجميل، والصراحة انا ما عندي يعني ادارة الريان بتفرط فيك الموسم الجاي اذا طلع الاهلي، فانت لاعب مركزك جميل وانت ايضا جميل. الله يسلمك، وهالشيء راجع حق إدارة نادي الريان، إن كانت في نية للتجديد مع يونس علي، وأنا واحد ما قلت لك إني أنا مرتاح في الريان وما عندي أي مشكلة. إن شاء الله نشوف الريان الموسم الجاي والموسم الباقي يا إن شاء الله. أتمنى المنتخب إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا لك يا مسفر اتصالك، في اتصالات ثانية ولا؟ عموما راح نريح شوي من الاتصالات، نرجع لجارديولا، كثير يشبهونك بجارديولا، كانت في علاقة تربطك فيه من خلال تواجده في النادي الاهلي، ستايل لعبك شبهوك فيه، حتى يعني حاليا جارديولا صار له يمكن ثلاث اربع سنين خارج الدوحة، ولكن الى الان الناس تذكره فيك. اول شيء شرف لقب اعتز فيه ان يلقبوني الناس بجوارديولا. جوارديولا لاعب كبير وغني عن التعريف، واتمنى له التوفيق مع ناديه برشلونه رغم اني مدريدي يعني، وبالعكس انا استغليت الفتره ذي والحمد لله رب العالمين على التطور او النقله النوعيه اللي صارت في مستواي من خلال تواجدي مع جوارديولا. وجوارديولا طور فريق كامل، مش يونس علي، جوارديولا طور فريق كامل. مدرب في وسط الملعب نفس ما يسمونه. اي شيء اكيد، هو قيادي من خلال التمارين، الكل استفاد منه، حتى الفئات السنيه كانت تستفيد منه من خلال التمارين. كان هو بالفعل مدرب بالنسبه لنا في الملعب. يونس متواصل معاه ولا خلاص خذوه برشلونه 100%؟ لا والله متواصل معاه، واخر مره كلمته يمكن شهر وشيء. نعم. زين ضغط عليه يعني. زين تحصله يعني. هو حصله وعنده رغم يعني بيني وبين اتصالات على الرغم هاي،
وبالعكس يعني دبل مباريات مدريد ما يرد عليه خير شر. اكيد يعني اكيد. يعني ما انا قلت مدريد، مدريد في اسبانيا، في الدوري الايطالي من تشجع؟ جوفنتوس. جوفنتوس ولا مانشستر اكيد في اكيد. ما هو ريال مدريد يوفنتوس خلاص يعني تعرف معروفه يعني مانشستر. الانديه الكبيره في كل الدوريات الايطاليه. ناخذ اتصال من نور هذه المره. مرحبا. عموما في مشكله في الاتصال. تحيه ايضا تحيه لعيد مهندي عبد الرحمن السيد المتواصلين ايضا يسلمون عليك كلهم في ايميل من احد الاعضاء بوم بوم من قطر فوتبول. يقول لك يا ريت تسال سالفه تيس المندي مع عيال العنزي اللي من عقب العشاء. ويقول لك جاته اصابه الظهر وانحرم من دخول المنتخب في بطوله الخليج الاخيره. ايش دخل العشاء في الاصابه؟ بس ان قبل المباراه اخوي عبد الرحمن العنزي كان عازمنا على تيس مندي.